هذه الإجراءات قامت بها قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى قبل شهر رمضان المبارك، عندما منعت دخول من هم أقل من 50 عام إلى المدينة المقدسة وعدم السماح لهم بأداء صلواتهم داخل المسجد الأقصى، ونحن نعلم قدسية هذا الشهر عند المسلمين ونعلم قدسية المسجد الأقصى عند الفلسطينيين وعند المسلمين بشكل عام. فبالتالي هذه الإجراءات الإسرائيلية هي التي استفزت مشاعر الشبان المسلمين داخل المدينة المقدسة وفي كل المناطق الفلسطينية. ما جرى يوم الجمعة الماضي أيضا كان عبارة عن عملية شحن وعملية استفزاز كبيرة للشبان المقدسيين. اليوم من قبل صلاة الفجر قاموا بمنع الشبان من الدخول وقاموا بمصادرة هوياتهم، كل من كان يريد أن يدخل لأداء الصلاة كانت تصادر هويته وكان يمنع من الدخول إلى الحرم المقدسي، بينما يسمحون للمستوطنين، يعني كان هدفهم تقليل أعداد الشباب الداخلة إلى المسجد الأقصى حتى يسمح للمستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى. والشباب المقدسي شباب واعي ويعي تماما ما تقوم به حكومة الاحتلال من محاولة السماح بدخول هؤلاء المستوطنين المتطرفين إلى ساحات المسجد الأقصى للقيام بما يسمى ذبح القرابين في أعيادهم اليهودية. نحن حذرنا أكثر من مرة من قبل أن يبدأ الشهر الفضيل، حذرنا عبر الإعلام وحذرنا عبر البيانات التي صدرت عن محافظة القدس وعن القوى الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح، بأن المساس بقدسية المسجد الأقصى وبقدسية هذا الشهر الفضيل ممكن أن تفتح النار من جديد، وهي يعني لا أحد يعلم تبعات هذه عملية اللعب بالنار. عدم السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى هو الحل الذي سيهدئ من روع الشباب. السماح للمواطنين الفلسطينيين والمسلمين بدخول المسجد الأقصى بحرية وعدم استفزازهم على درجات باب العمود وفي أزقة المدينة والبلدة القديمة هو من سيهدئ روع هؤلاء الشبان المسلمين. هؤلاء الشبان مستعدين أن يضحوا بأجسادهم وأرواحهم في سبيل الحفاظ والدفاع عن المسجد الأقصى وعن المقدسات داخل المدينة المقدسة. فبالتالي على الاحتلال أن يعي تماما بأن هؤلاء الشبان لن يسمحوا بأن يمرروا مخططاتهم بدخول المستوطنين وخاصة داخل شهر رمضان الفضيل. عدم سماح للمستوطنين كما ذكرت حضرتك بعدم الدخول إلى بحث المسجد الأقصى، ربما إعادة مفاتيح هذه البوابات إلى الفلسطينيين، من برأيك يستطيع الضغط على الاحتلال لوقف تجاوزاته؟ هل حراك سياسي ودبلوماسي عربي مثلا وإسلامي أم ماذا تحديدا؟ يعني أنتم تعلمون أختي الكريمة أن الشبان المقدسيين وأن أبناء شعبنا الفلسطيني يقدم كل ما عليه وزيادة. صحيح. يعني الشعب الفلسطيني يقدم خيرة أبنائه دفاعا عن هذه الأرض المباركة ودفاعا عن قضية أمتنا الإسلامية ودفاعا عن مقدساتنا الإسلامية. نحن نتمنى على المنظمات الدولية التي تصدر تقاريرها اليومية بأن ما يجري داخل المدينة المقدسة وبأن ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية هو عمل أبارتهايد وهو عمل فصل عنصري وهو إجراءات عنصرية. أتمنى منهم أن يعني يفعلوا هذه التقارير على أرض الواقع، وأتمنى من الإخوة العرب والأشقاء العرب الذين لديهم علاقات دبلوماسية مع حكومة هذا الاحتلال المجرم أن يضغطوا باتجاه أن تكون هناك على الأقل احترامات لمشاعر المسلمين في الشهر الفضيل وفي المدينة المقدسة. الإخوة في مصر والإخوة في الأردن والإخوة في الدول العربية التي لها علاقات مع الكيان الإسرائيلي تستطيع أن تضغط على هذا الاحتلال المجرم الكيان الغاصب من أجل تسهيل حياة المقدسيين داخل المدينة المقدسة وداخل المسجد الأقصى. نحن في محافظة القدس لدينا نشرة يومية ترصد كل الانتهاكات التي تتم داخل المدينة المقدسة، ونحن نلاحظ بأنه منذ عام 2020 وحتى الآن الكيرف يتصاعد ولا يتنازل، سواء في الاعتقالات أو في الشهداء أو في الهدم أو في إخطارات الهدم أو في الإبعادات عن المدينة المقدسة أو الإبعادات عن المسجد الأقصى أو الاعتقالات أو الحبس المنزلي. محافظ مدينة القدس مبعد، رئيس حركة فتح في القدس مبعد وعليه حبس منزلي، كل النشطاء الفلسطينيين داخل المدينة المقدسة عليهم عمليات حجر وعمليات حبس منزلي وإبعاد عن المدينة المقدسة وإبعاد عن الضفة الغربية. هذه الانتهاكات بمجملها تعمل تراكمات عند الشبان المقدسيين، وبالتالي كل ما يجري الآن وكل ما تشاهدينه على وسائل الإعلام هو رد فعل لهذه الانتهاكات ولهذه الجرائم التي أصبح المواطن المقدسي
لا يستطيع تحملها أكثر من ذلك. تحدث حضرتك على تقارير يومية توثق للانتهاكات ولجرائم الاحتلال، هل ترفعون هذه التقارير إلى جهة معينة؟ نعم، هذه التقارير تترجم إلى 3 لغات، تصدر عن محافظة القدس بشكل يومي، وتصدر ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وتترجم إلى 3 لغات، ويتم رفعها إلى الهيئات الدبلوماسية التي تمثل دولها داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، وإلى ممثلياتنا في الخارج وخاصة في الأمم المتحدة، وتوزع أيضا إلى كل مراكز حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان، وهناك جروبات على الواتساب لمحافظة القدس يتم من خلالها إرسال هذه التقارير اليومية. ولكن يا أختي الكريمة، نحن يعني مللنا وزهقنا من الإحصائيات ومن تكريس هذه الوثائق ومن كتابة التقارير ومن توثيق ما يجري داخل المدينة المقدسة. المواطن الفلسطيني اليوم أصبح مطارد في لقمة عيشه وفي حريته وفي تنقلاته. أنا أتحدث معك وعمري 54 عام، أبعد بيتي يبعد عن المسجد الأقصى 4 كيلومتر، يعني أستطيع أن أذهب مشيا على الأقدام، ولكن لا يسمح لي بدخول المدينة المقدسة ولا يسمح لي بالصلاة في المسجد الأقصى، وهناك المئات مثلي. كل هذه الإجراءات التي لا يعلم بها للأسف بعض إخوتنا في الدول العربية تدعو إلى أن يكون المواطن الفلسطيني قنابل موقوتة في وجه هذا المحتل، لأنه وصل إلى حد من القرف ومن الملل ومن الإحباط، حد لا يمكن أحد أن يتحمله. فبالتالي نرى الشاب الفلسطيني يذهب بصدره عاريا ضد هذا الجندي الذي يعني يتمترس خلف سلاحه لأنه لم يعد هناك شيء يفقده.